تعليق على بعض الأحداث العالمية والعلامات حتى يوم 10 أكتوبر 2015، وده يعني ملخص شوية لأنه مش أسبوع كامل زي ما احنا متعودين. أكرر اللي أنا بقوله كل أسبوع وباختصار شديد، أنا لا أقصد أحدد مواعيد ولا علامات ولا شيء محدد. اللي يفهم مني هذا الأمر معلش هو فهمني خطأ. أنا أقصد بهذا الأمر فقط نشجع بعضنا ونوضح إن احنا محتاجين نكون مستعدين باستمرار. ففي علامات من اللي قالها ربنا مش هيأتي إلا لما تتم هذه العلامات. هذه العلامات ما حصلتش بعد، زي ابن الهلاك، حرب أرمجدون. لكن في علامات تانية من اللي قال لنا ربنا عليها لما تشوفوها محتاجين على طول تبتدوا تستعدوا، بدأت. فيهمني إن احنا نجمع زيت في المصابيح بتاعتنا بالصلاة، بالصوم، بتنقية القلب، بنخلي بالنا من الأمور العالمية اللي بتسرح في قلوبنا واللي ما بننقيهاش واللي ما بنفحصش ذواتنا، لأن الظلمة بدأت تزيد. ولو زادت الظلمة قوي اللي هتيجي قبل مجيء العريس، وحتى لو الظلمة دي طولت شوية صغيرة، هنكون زي الخمس عذارى الجاهلات لو ما جمعناش زيت كفاية، فمش هنعرف ندخل مع العريس. كل اللي بطلبه قبل ما يسود الظلام نلحق نجمع زيت كفاية، عشان لما يجي العريس يكون معانا زيت يكفي، وما يكونش في الظلام الزيت ما كفناش، الظلام اللي هيأتي اللي أقدر أقول خلاص على مشارفه قبل مجيء العريس. معايا؟ ده اللي بقوله ليا ولحضراتكم. المسيح قال لنا علامات كتيرة، زلازل عظيمة، حروب، أمة على أمة، مملكة على مملكة، مجاعات، أوبئة، مخاوف، علامات عظيمة في السماء، الناس تبقى خايفة من اللي هيحصل غدا. طب ليه ربنا قال لنا كل العلامات دي؟ زي ما بقول لأسباب كتيرة، منهم ثلاث حاجات. أولا عشان ما نخافش، في عالم هيكون كل اللي سايد فيه الخوف من بكرة. ففي إنجيل متى 24 عدد 6، سوف تسمعون بحروب وأخبار حروب، انظروا لا ترتاعوا، ولاد العالم يخافوا أما أنتم ما تخافوش. أيضا ليه؟ عشان نؤمن في زمن زاد التشكيك في الكتاب المقدس وكل كلمة فيه، زي ما يقول في إنجيل يوحنا 14:29، قد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون. دلوقتي بيشككوكم، بيحاولوا يشككوكم في كل كلمة في الكتاب المقدس، لا دي محرفة، لا دي غلط، لا ده مش صحيح. ربنا اداكم علامات في كل الكتاب المقدس بعهدي قديم وجديد هتحصل قدام عينك، عشان لما تحصل تصدق ان كل اللي كتب في الكتاب المقدس صحيح. الحاجة الثالثة والمهمة جدا، حياة الاستعداد قبل الظلام اللي هيسود، ولو ما كانش عندنا زيت كافي مش هنعرف نعدي. زي ما قال في انجيل لوقا 21 عدد 28، ومتى ابتدأت، وزي ما بكرر كل مرة كلمة تبتدي مش تكتمل، تكتمل امتى؟ في قرن، في سنة، في يوم، ملياش دعوة، لكن هو قال لنا متى بدأت. هذه تكون، فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم لأن نجاتكم تقترب. قال لنا ربنا أول ما تشوف الحاجات دي تبتدي تستعد، سواء نسلم ودعتنا بدري، سواء العريس يجي، سواء اللي يحصل يحصل، الموضوع ياخد لي يوم، ياخد لي قرن، ملياش دعوة. ربنا قال لنا متى تبتدي؟ تبتدي تستعد. واضح؟ علامات في السماء. ناسا تؤكد مرور مذنب قطره 2 ميل سيمر بالقرب من الأرض في 48 ساعة يوم السبت اللي هو النهاردة. ونشكر ربنا إن هو مساره يعني ما كانش يخبط في الأرض. آدي الخبر قدام حضراتكم. واحد تاني من أنبياء الكذبة اللي زادوا جدا، اللي مصحاء الكذبة اللي زادوا جدا الأيام دي، نبي تاني كذاب أو مسيح تاني كذاب، ادعى ان العالم هينتهي في 7 اكتوبر، وهنا النهارده يوم 10 اكتوبر العالم ما انتهاش. وادي كان الخبر قدام حضراتكم. امواج ناريه غامضه تسرع حول نجم تتحدى اي تفسير، ده من ياهو نيوز. ناسا ستعلن اكتشاف مهم عن بلوتو يوم الخميس القادم، ده من اندبندنت قدام حضراتكم. على فكرة المركبة اللي وصلت لبلوتو، معرفش الناس متابعة ولا لأ، بداية من جولاي اللي فاتوا بتقرب منه أكتر، وضحت أشياء خطيرة تؤكد الكلام اللي قاله الكتاب المقدس عن الخلق وليس موضوع التطور. لما حوصل للتطور الكوني حابة أتكلم فيها بالتفصيل، وحابة أفكركم أقول لكم في 2015 المركبة اللي وصلت لكوكب بلوتو اكتشفت كذا وكذا وكذا وكذا. الطقس، موجة البحر، الأمواج اللي بتضج،
والأمم بحيرة البحر اللي خايفة باستمرار، والأحداث العالمية اللي بتحصل باستمرار، استمرار الفيضانات وإخلاء مناطق كتيرة من كارولاينا الجنوبية. بصوا منظر المياه بقت فين. عدد الوفيات فيها ازداد إلى 15 في كارولاينا الجنوبية بسبب الفيضان الثاني، وده من فوكس نيوز. فالأمطار اللي في أمريكا في المنطقة دي موتت 15 واحد، ودي كلها كمية المياه اللي قدامكم اللي متابع معايا في الفيديو. بعض سكان المناطق في كارولاينا يتم تحذيرهم إن مياه الفيضان بيها تماسيح وتعابين بسبب الأمطار العنيفة اللي ما حصلتش من أكتر من 1000 سنة مضت. فممكن واحد بيته يغرق ولو فتح الباب يلاقي تمساح داخل. وما حدث في جنوب كارولاينا يوصف بأنه لم يرى من قبل فيها. المنظر ده ما تشافش قبل كده. حرائق غابات أستراليا يزيد بسبب إعصار النينو، وده كمية الغابات اللي اتحرقت. شايفين المنظر قد إيه؟ البراكين اللي قالنا هتسمعوا عن طبعا الزلازل والبراكين أو مش الدخان، وزي ما قالنا أعمال الرسل الاثنين. بركان كوليما في المكسيك ينفجر مرة أخرى ويخرج دخان ورماد. ادي منظره قدامكم. انفجار جديد لبركان كوتو باكسي في الاكوادور، ده من فوكس نيوز. ادي صورته برضو ايضا قدامكم. بركان غواتيمالا لا يزال يزأر ويعاود للنشاط للاسف، وبرضو ده بركان خطير، ده من ياهو نيوز. موت الكائنات الجماعي اللي زاد قوي، اللي كنا لغايه 2006 و2007 نسمع عن حالتين او ثلاثه في السنه، دلوقتي بينا نسمع عن حالة أو حالتين أو ثلاثة في اليوم، زي ما قالنا الكتاب المقدس على قبل عقاب الإنسان إن سمك البحر ينزع. يوم 2 أكتوبر موت الآلاف من الأسماك والقشريات البحرية في جزيرة في فيرجينيا. هذه المنظر قدام حضراتكم. نفس اليوم موت 3 طن من الأسماك في شاطئ في المكسيك. يوم 3 أكتوبر موت الملايين من الأسماك في شاطئ في أيرلندا. بص المنظر. يوم 5 أكتوبر موت كم كبير من الأسماك في شاطئ في فلوريدا في أمريكا. آدي المنظر برضو قدام حضراتكم. نفس اليوم موت عشرات الألاف من الاستاكوزا في منطقة في فيتنام. أيضا نفس اليوم موت مئات من الأسماك في شاطئ في أوهايو في أمريكا. يوم 6 أكتوبر موت كم كبير من الأسماك في نهر في إندونيسيا. نفس اليوم موت طيور بحرية بطريقة غامضة في بحيرة في إيطاليا. أيضا نفس اليوم قتل 9500 من الطيور بسبب إنفلونزا الطيور في تايوان. أيضا نفس اليوم موت الآلاف من الأسماك في خليج في أوكلاهوما في أمريكا. هذه المنظر قدام حضراتكم، بصوا قد إيه. أيضا نفس اليوم موت أكثر من 1000 غزال في إداهو في أمريكا، مرة واحدة فجأة ماتوا. يوم 7 أكتوبر موت الآلاف من الأبقار بسبب حادث في البرازيل. أيضا نفس اليوم موت الآلاف من الأسماك في شاطئ في تكساس في أمريكا. بص المنظر قدام حضراتكم قد إيه، كل ده أسماك ميتة وأكتر من كده. أيضا نفس اليوم موت 600,000 من الطيور بسبب الحر في كولومبيا. يوم 8 أكتوبر موت القشريات البحرية في شاطئ في كاليفورنيا، هذه منظرها قدام حضراتكم. نفس اليوم عشرات أو مئات الآلاف من الأسماك في شاطئ جزيرة شاكلين في روسيا، وهذه بص المنظر قدام حضراتكم قد إيه، كل ده سمك ميت على مرمى البصر. شايفين؟ يوم 9 أكتوبر موت 5 طن من الأسماك في خليج في الصين. نفس اليوم موت مئات من الأسماك في شاطئ في البرازيل. ده ليست نشرة وفاية للكائنات، ده مش هدفي إن أنا أتكلم زي ما بقول كل أسبوع، لكن اللي أقصد أقوله ليه أنا بقول الكلام ده زي ما لنا الكتاب المقدس. أولا عشان ما نخافش لما حاجة زي كده تحصل قريب مننا، أو ما نخافش زي كل العالم مخايف من بكرة. حاجة تانية
علشان خاطر نؤمن بصدق اللي قاله الكتاب المقدس، لأن ده أخبرنا بيه عهد قديم وعهد جديد. فلما بنشوفه بيحصل قدام عينينا بنصدق ونؤمن صدق ما قاله الكتاب المقدس لفظياً. والحاجة التالتة علشان حياة الاستعداد، لما تبدأ هذه العلامات نبتدي نستعد، لأن خلاصنا قد اقترب. في زمن الشيطان والعالم يتفنن يعرف يسرق وقتك ويعرف يسرق مجهودك وتركيزك عشان ما تستعدش لحياتك الروحية. مش ملاحظين إن العالم بيتفنن زيادة إن يسرق وقتك؟ ودايما نقولها في كلمة المشغوليات زادت، صح؟ خلي بالكم الشيطان بيتفنن في ذلك فعلا. الوقت وزنه غالية، مفتدين الوقت. فمرة تانية أنا بقولش الكلام ده عشان تحديد علامات أو حاجات معينة، رغم أنه فعلا موت الكائنات زي دي كان بيحصل مرتين ثلاثة في السنة، بينا نسمع عنه مرتين ثلاثة في اليوم، ولكن هدفي نستعد. خلي بالك العالم بيديك، ربنا من خلال العالم بيديك علامات تستعد لأنه قرب المخلص يأتي. الأوبئة، ازدياد عدد الذين يصابون بالليجيونير اللي هو مرض الفيلاقة في أمريكا، ده من CBS. أصدقاء وأقارب ممرضة إنجليزية يخضعوا لاختبار الإيبولا بعد أن شعرت بالمرض مرة ثانية بعد شفائها منه أول هذه السنة، ده من ميل أونلاين. فالإيبولا لسه ما انتهتش. أخبار حروب، ودي بقى كتيرة قوي، ولنا الكتاب المقدس هتسمعون عن حروب وأخبار حروب. محلل روسي يقترح أن ضربة نووية فوق يلوستون في أمريكا في خط التصدع الكبير ده يسبب بركان مدمر وسونامي ومطر ذري فوق أمريكا. الصين تحذر أمريكا أن تبقى خارج المياه بتاعتها اللي هو جنوب بحر الصين، ده من رويترز. بينما روسيا تتقدم وتضرب داعش، أمريكا تسحب حاملات الطائرات من الخليج الفارسي. انتوا عارفين ان امريكا ما بتعملش حاجة دلوقتي في موضوع روسيا غير ان هي بترمي مض او بترمي طين بس على سمعة روسيا. لا دو ضربوا مدنيين، لا يا حرام مش عارف ايه، رغم ان امريكا قالت انا محتاجة 3 سنين باين ولا 30 سنة، روسيا عملتها في 3 ايام، ضربت معظم داعش في 3 ايام اللي امريكا كانت بتدعي ان هي عايزة 30 سنة. ما تفعله روسيا ضد داعش هو شبه استعراض لقوة روسيا الجوية التي بالفعل أدهشت العالم. ضربات اللي قامت بها روسيا كانت شديدة جدا، فعلا فعلا أحرجت أمريكا والغرب أو أمريكا وأوروبا اللي قعدوا معرفش يعملوا إيه طول هذه الفترة ويدعوا أن هم هيضربوا داعش، وأوبس الضربة طلعت بره العرض. 4 سفن حربية روسية أطلقت 26 صاروخ ضد 11 هدف لداعش من بحر كاسبيان. يعني روسيا مش بس بتضرب بضربات جوية مباشرة، ده كمان بتبعت صواريخ من أماكن بعيدة جدا، وده على فكرة تحذير لكثيرين، لأن في كتير أقرب من داعش بالنسبة للسفن الروسية كأهداف. الطائرات الحربية الروسية تعترض طائرة أمريكية بدون طيار في سوريا، ده من فوكس نيوز. وروسيا بتحذر أمريكا تبقى بعيد عنها لأنها مش هترجع. روسيا تقول أن أمريكا كانت تدعي أنها تضرب داعش السنة الماضية، ولكن أوباما كان يكذب ولم يضرب أي شيء لداعش. بل روسيا على فكرة بتقول رسميا أن داعش هي وليدة أمريكا، أو أمريكا هي اللي عملت داعش. الصين ترسل جنود مرة أخرى لمساعدة روسيا في سوريا. الثوار الإسلاميين السوريين اللي ضد نظام بشار حيرانين دلوقتي، لا يعرفوا كيف يفهموا أوباما، هل هو معهم أم ضدهم. الفرق المختلفة من الثوار المسلمين المسلحين يتحدوا معا لمواجهة ما يسموه الاحتلال الروسي. انتوا عارفين قال أمريكا قالت ايه؟ قال هتجيب مسلمين متطرفين لكن ضد داعش وضد بشار، فسلحتهم عشان يضربوا داعش. وفي نفس الوقت ابتدى يتفضح ان داعش ده تربية أمريكا، فدول مش فاهمين طب انتوا كنتوا بتسلحونا ليه عشان نضرب داعش ان كان داعش تبعكم، ودلوقتي في ضربة روسيا لينا هتدافعوا عنا ولا هتسيبوا روسيا تضربنا ولا ايه بالظبط؟ لعبة اسف سياسية قذرة. وطبعا يستغلوا
تخلي في نقطة الجهاد في سبيل الله ويلا اضربوا في بعض. ما علينا. طبعا انتوا عارفين ان امريكا كسبت جدا السنة اللي فاتت من بيع الاسلحة، كسبت بطريقة رهيبة من بيع الاسلحة لكل دول اللي خبطوا في بعض، بما فيها ايران والسعودية وده 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 وده. رئيس وزراء فرنسا يطالب من روسيا ان توجه ضرباتها ضد داعش بس. طبعا ان روسيا انتوا عارفين بتدعك في كل الاسلاميين، وروسيا عارفة ان كتير من المسلمين اللي هم المتطرفين اللي سابوا المناطق بتاعت كازاخستان والحاجات اللي زي دي كلها وجم لسوريا، روسيا جاية تضربهم في سوريا سواء مع داعش او ضد داعش، المهم مسلمين متطرفين. مسؤول حربي امريكي يقول ان ما يحصل في سوريا هو كابوس، هو فعلا كابوس لان وقع سمعة امريكا الارض. امريكا تحقق من اين تأتي داعش بكل هذه السيارات التويوتا نصف نص نقل. تعرفين انه بتيجي العربيات اللي هو البيك اب، العربيات النص نقل التويوتا كمية ضخمة لداعش. الامريكا مش عارفة جات لها من فين، والاسلحة دي جات لها من فين. طبعا هي انا عارفين غصبا عنها امريكا ده وقعت الاسلحة بالخطأ، اوبس جينا نوقع الاسلحة في الناس اللي يدافعوا وقعناها بالغلط في ارض داعش. معلش، مرة في اتنين في تلاتة، ما انتوا عارفين. الطائرات الحربية البريطانية تسرع بعد رصد طائرات وسفن روسية قريبة منها، ده من ياهو نيوز. إسرائيل تستعد للاختراقات الروسية الجوية فوق حدودها من ناحية الجولان. الطائرات الحربية التركية تعترض الطائرات الروسية بعد ما تعتبره اختراقا لأجواءها، ده من NBC نيوز. انتوا عارفين الطائرات الروسية دلوقتي هي بتضرب في داعش، بتعمل اللي هي عايزاه، بتعدي في حدود اجواء تركيا اجواء روسيا زي دون كير. السفن الحربية الروسية تدخل البحر المتوسط بينما تجرب طائراتها الحربية اختراق اجواء تركيا. حلف الناتو يقول ان تركيا في حالة تأهب قصوى بسبب الاختراقات الروسية. انتوا عارفين انه ممكن فعلا الأطراف اللي اشتركوا في الموضوع ده بيزيدوا سواء مع أو ضد، بيزيدوا قوي، والكتل زادت جدا جدا، فعلا ممكن الموضوع ده يقلب حرب عالمية تالتة في أي وقت. حلف الناتو يستعد لإرسال قوات عسكرية لحماية تركيا من ما يسمونه تهديدات روسيا. إيران وروسيا وسوريا والعراق يكونوا معا غرفة قيادة عسكرية للمهام الحربية في حرب داعش في روسيا وفي سوريا وفي العراق. قائد إيران يقول الخلاف مع أمريكا لن ينتهي. طبعا انتوا شايفين صورة كابتن أوباما أمام خمائني. كل القواعد العسكرية الأمريكية التي في الشرق الأوسط هي الآن أصبحت في مدى صواريخ إيران بعد تطوير أسلحتها. إيران تقدر تضرب أي حتة في الشرق الأوسط دلوقتي من أرضها، لأن أسلحتها أصبحت مطورة جدا، لأن معظمها جايباها من روسيا. خمائني يصدر قرار بمنع إيران من أي نقاش مع أمريكا. يعني بعد ما خلصوا الاتفاق النووي دلوقتي قال لهم خلاص ما تكلموش مع امريكا تاني، امريكا دي عدوتنا. ايران تقول ان روسيا بدات تسلمها النظام الجديد الدفاع الجديد المتطور اللي هو S-300. 3000 ارهابي مسلم داعشي يهربوا من سوريا بعد بدايه ضربات روسيا الجويه القويه، وللاسف خبر سيء اقوله لحضراتكم، يقال ان جزء كبير منهم راح مصر، خلي بالكم. طبعا الباقي بقى راح اوروبا وبقيه الدول. داعش استخدمت السلاح الكيميائي والغازات السامه ضد بيشمرجا، ده من BBC نيوز، ده في سوريا. داعش تخطط ان كثره الانجاب ستضمن استمرار خلافه داعش وتوسعها الاجيال. نفس مبدا الرسول. وباهي بكم الأمم، خلفوا كتير. المحللين الأمريكان يقولوا أن أوباما يلقي إسرائيل للذئاب السياسيين، ده من نيويورك بوست.
علامات توضح أن أوباما سوف يسحب الفيتو الأمريكي من مساعدة إسرائيل، رغم أن أمريكا يفترض أن الحليف بتاعها الوحيد هو إسرائيل في هذه المنطقة، لكن رغم ذلك أوباما باع إسرائيل، ورغم ذلك ما كسبش حلفاء. الطائرات الإسرائيلية تضرب غزة ردا على إطلاق غزة صواريخ على إسرائيل، فممكن الحرب دي تشتعل وهيبقى طرف فيها روسيا. إسرائيل تتعجب من صمت مجلس الأمن على الأعمال الإرهابية الفلسطينية. الفلسطيني اللي قام واحد منهم اللي قام بأعمال إرهابية في جبل القدس يعتبر أنها الانتفاضة الثالثة التي تقوم بها فلسطين. فأنت عارفين بيرسلوا شباب صغيرين أو ستات دلوقتي منقبات. لحظة واحدة، أنا خرجت برا البلتوك. معلش. anyway، انت عارفين ان دلوقتي فلسطين بتستغل الشباب الصغيرين والستات المنقبات، يكونوا شايلين سكاكين، يكونوا معديين جنب اي يهودي، مش شرط يكون شرطه او غيره، وروح طعننهم بالسكينه واللي بعده واللي بعده ويجروا، وبيعتبروها دي انتفاضه. انا على فكره مع السلام، انا اتمنى فلسطين واسرائيل يعيشوا في سلام وما يتسفكش دم حد، لكن ده ما اسمهوش انتفاضه. سيدة منقبة فلسطينية إرهابية تطعن يهودي في بوابة أورشليم. أمريكا تحذر رسميا من رد فعل عنيف على كوريا الشمالية، عشان كوريا الشمالية بتحمل صواريخ حاليا، ده من ياهو نيوز. بالفعل كوريا الشمالية تظهر أنها تجهز لاختبار أسلحتها، عشان كده بتحمل هذه الصواريخ، وده من CNN. الصين تكون فرقة في الجيش بتاعها مخصصة للهجوم الإلكتروني، التهكير الهكر على أمريكا وضرب محطات الكهرباء. روسيا ومصر سيقومان بتدريب عسكري في مصر للتدريب على حرب الإرهاب، وهو أول تدريب عسكري مشترك ما بين مصر وروسيا. معرفش إذا كنت سمعت عن الخبر ده ولا لأ. في مصر أخبار عامة، أوروبا تعد خطة لترحيل 400 ألف مهاجر في تسريب لهذه الخطة. المسلمين في مينيسوتا بطريقة فجة يطالبوا بتطبيق الشريعة الإسلامية. اقتراح بمنع سندوتشات السوسيس والهوت دوج والهام علشان ما بتضايقش المسلمين في أمريكا وإنجلترا. طب خلاص لو بتضايقين بأكل الشعوب دي ما يخلوهم في أرضهم، ما يروحوا السعودية ما فيهاش سوسيس ولا هام. مش عارف أقول إيه. مدرسة تلغي يوم أمريكا اللي يرفع فيه العلم، ليه؟ علشان المسلمين اللي في أمريكا بيتضايقوا من علم أمريكا. ده من فوكس نيوز. طب راحوا هاجروا ليه لأمريكا لما بيتضايقوا من علم أمريكا؟ طب لما في امتحان الجنسية هيعملوا إيه؟ أنا مش فاهم. أوباما يحذر بقطع التمويل العسكري لو لم يغلق سجن غواتانامو. في منطقة سان لويس تعد لو حدثت كارثة، لن يوجد نشاط أرضي ناري بالقرب من مخزون نفايات نووية، ولو ده فعلا حصل مشكلة وانفجر هتبقى كارثة، لأنه مش بس هيبقى انفجار ولا دخان ولا حاجات زي كده، ده هتبقى مصيبة نووية. أخبار اقتصادية، عدد من البنوك يحذرون من كارثة اقتصادية ممكن تحدث سريعا في شهر أكتوبر. آخر إحصائية توضح أن 102 مليون أمريكي في سن العمل ولا يعملوا. 9 مرات من 16 مرة في التاريخ اللي يحصل فيه انهيار لسوق الأسهم يحصل في شهر أكتوبر. انتشار المجاعات في فنزويلا بسبب الحالة الاقتصادية. إسرائيل اكتشفت كم ضخم من البترول حديثا، ده بالإضافة للغاز الطبيعي، في جنوب هضبة الجولان يستطيع أن ينتج بلايين البراميل من البترول.
ده الخبر قدام حضراتكم، وانتوا عارفين ان ده زي ما قلت لكم قبل كده لو تفتكروا من سنة وشوية او من قرب السنتين، ده الخطاف او زي ما قال عنها حزقيال 38 الشكائم اللي هتجيب جوج وماجوج رئيس روش على ارض اسرائيل. اضطهاد المسيحيين، داعش، انا اسف على الخبر ده سامحوني، تقطع رأس 12 مسيحي سوري منهم صبي 12 سنة. ليه؟ لأنهم رفضوا أن يتركوا الرب يسوع المسيح ويتحولوا للإسلام في حلب. أنا سوري على الخبر ده، بس يعني شهداء، ألف مبروك ليهم للأكاليل. للأسف بأمر المقاطعة عمال يزيلوا لوحة الوصايا العشرة في أوكلاهوما، يحطوا تمثال للشيطان لكن الوصايا العشرة يشيلوها كيل بمكيالين. جامعة كنتاكي تزيل كنيسة صغيرة لكي تعطي مكانا للمسلمين للصلاة. يقروا الكتاب المقدس في الجامعة؟ لا. يتكلموا على المسيحية؟ لا. الكنيسة الصغيرة كمان يشيلوها لكن المسلمين مفيش إشكالية. ليه الكيل بمكيالين؟ الملحدين ينجحوا في إنهاء تقليد مسيحي عمره 25 سنة الاحتفال بالكريسماس في مدارس أوريغان. للأسف ما تفتكروش أن الملحدين دول محايدين ولا إحنا سلام واللي عايز يعبد يعبد زي ما أنتوا عايزين. لا، الملحدين ما لهمش حاجة غير محاربة المسيحية والكتاب المقدس. فأنت عندكم الإلحاد والإسلام والشواذ، الثلاثة هدفهم واحد، هو المسيحية والمسيحيين وكلمة ربنا. اجتمعوا على الرب وعلى مسيحه فعلا، لكن الرب يضحك بهم. التعليم الأمريكي في عدة عقود فقط تحول بدل من تمجيد الكتاب المقدس اللي كان مبني عليه إلى سب الكتاب المقدس والسخرية منه. للأسف دلوقتي هذه الدراسة قدام حضراتكم. الانحدار الأخلاقي، والرب تخلص. مادونا المغنية الأمريكية اللي بتسخر دايما في أغانيها من المسيحية تزيد من حدة السخرية من المسيح وتمجد الملاك الساقط في أغانيها، وانتوا عارفين ان هي بتطلع لابسة اكليل شوك، سخرية من المسيح. قتل الرحمة يصبح قانوني في كاليفورنيا. قتل الرحمة ده انتحار، ده قتل، ده خطية. مهما يحاولوا يقنعوكم خلي بالكم. تظاهر الآلاف من الشواذ ومؤيديهم أمام سلسلة محلات تشيكن فيلي المسيحية. ليه؟ لأنها لا تؤيد الشواذ، بس على فكرة ما بتهاجمش الشواذ، لكن هم يهاجموها. قانون حمامات للشواذ في هيوستن يحدث فيه خلاف على تعريف معنى كلمة رجل. دلوقتي مش عارفين يعني إيه راجل، مش عارفين يعرفوا راجل يعني إيه عشان يقولوا الحمام ده للرجالة ولا الستات. مصيبتي اللي احنا بقينا فيها دي. فالقانون واقف عشان عايزين يعملوا حمامات للجنس الثالث، مش عارفين يعرفوا راجل يعني ايه، مش عارف يعني. يا ربي، ادي الخبر من واشنطن تايمز قدامكم، مش عارفين الديفينيشن بتاع من. كنيسة الشيطان ستفتح في سبيربينج تكساس. تساقط النجوم، وانا اسف على الخبر ده، بس دول ما بعتبرهمش كنائس، وسامحوني ان انا بقول لكم الكلام ده عشان ما تتخدعوش. في كثيرين بيدعوا ان هم رجال دين، هم ليسوا رجال دين، دول ما يعرفهمش ربنا اصلا، ودول اللي قال لهم الرب يسوع المسيح كثيرين هيقول لهم لا اعرفكم اذهبوا عني يا ملعين. بعد اختيار سيدة شاذة عشان تكون اسقفة وهي شاذة في احد كنائس السويد، ودي ما اعتبرهاش كنيسة المسيح، دي كنيسة تنفع تبقى كنيسة للشيطان. هذه الاسقفة الشاذة تقرر ازالة الصليب من الكنائس الخاضعة ليها. ليه؟ عشان ترضي المسلمين المهاجرين. شايفين؟ افتح بس باب صغير للشيطان. بصوا قد ايه الانحدار اللي تم. النقطة ادي صورتها اهي قدام حضراتكم، ده اللي حصل. آسف على الأخبار اللي ضايقت البعض، ولكن أنتوا شايفين اللي احنا فيه. عشان كده بقول المسيح قرب، قد يكون قرب في يوم، قد يكون قرب في قرن، ما أعرفش. لكن المسيح بيقول لنا استعدوا، نعد زيت في مصابيحنا عشان الظلام اللي بدأ يسود.
واللي لو ما استعدناش من دلوقتي، من الآن، من اليوم، من هذه اللحظة، يمكن ما يكونش عندنا وقت نقدر نجمع فيه زيت زيادة، فلما يسود الظلام ما نقدرش نعديه، نبقى زي الخمس عذارى الجاهلات وتطفي مصابيحنا قبل ما يجي العريس. خلي بالكم، استعدوا بالصلاة بالصوم، بتكلم فعلا مع ربنا كل يوم، بتقرأ في كلمة ربنا ويتعرف هو عايز منك ايه النهاردة، بتخدم أبناء ربنا زي ما قال كنت جعانا فأطعمتموني، بتنقي قلبك كل يوم عشان يسكن روح الله القدوس فتبقى مسكن لربنا عشان ياخدك معاه في المظال الأبدية، بتستعد بلباس العرس معايا زي ما قال معلمنا بولس الرسول في رسالة الرومية 13:11، هذا وأنتم عارفون الوقت أنها الآن ساعة لنستيقظ، نستيقظ من النوم، فأن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا، قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلم ونلبس أسلحة النور، لنسلك بلياقة كما في النهار، بلاش أي خطيئة تتسلط عليك، لا بالبطر والسكر، لا بالمضاجع والعهر، لا بالخصام والحسد، اللي متسلط عليه خطية تتخلص منها الآن، خد قرارك وقف قدام ربنا الآن أقوم، تخلص من الخطية دلوقتي، اللي متسلط عليه شيء شرير، نظرة شريرة، فكر شرير، بيحسد، بيتغاظ، بيغير من الآخرين، متسلط عليه الشرب وإدمان لحاجة معينة، الآن يتخلص منها، يستيقظ الآن من هذه الخطية. البسوا الرب يسوع المسيح ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات. احترس، الشيطان عارف أن الوقت قصير، بيحاول يسرقك ويخرعك ويسرق إكليلك منك، يسرق وقتك، يضيع فرصتك أن أنت تستعد، يحرق الزيت اللي موجود معك في مصابيحك، يخليك مش واخد بالك أن أنت تقف قدام ربنا، ويضيع الوقت منك ويسرقه. والظلام بيسود، بس ما تخافش، أنت في إيد ربنا زي ما قالنا، لا ترتاعوا. حاجة تانية، أدك ربنا علامات عشان تؤمن، مش زي أولاد العالم، تؤمن بكل الكلمة قالها الكتاب المقدس. والحاجة التالتة زي ما قالنا، عشان نستعد متى بدأت كل هذه، فرحوا عريسنا قرب يجي، ولكن خلي بالكم، حتى لو هو مش هيجي بكرة، في 150 ألف واحد بيسلموا ودعتهم في اليوم بيموت، قد أكون أنا منهم في أي وقت، محتاج أكون مستعد في أي وقت. مسيح قرب، اصنعوا ثمارا تليق بالتوبة، وافرحوا واستعدوا لاستقبال العريس. أمين. تعالى أيها